أقامت هيئة السياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية مؤتمراً إعلامياً بارزاً لتدشين حزمة من المشاريع للمدينة المنورة على مدار السنة، وذلك بعد نيلها لقب عاصمة السياحة الإسلامية للعام 2017. مفاد مركز الأخبار إلى المدينة المنورة الزميل صالح يوسف والتفاصيل. تحضيرات لتجهيز المدينة المنورة لعرس تنتظره حشود من جميع الدول العربية والإسلامية، لا سيما بعد نيلها لقب عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017. ولكي تكون دار طيبة في رونق زاه وأبهى حلة، أقامت هيئة السياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية مؤتمراً إعلامياً لتدشين فعاليات عاصمة السياحة الإسلامية، الذي أسدل الستار عن رزنامة الفعاليات التي سوف تقام طوال العام الجاري. كان هناك عمل، كان هناك جهد من شركائنا جميعاً، كافة الجهات الحكومية حقيقة قامت بدور مشكور، تفاعلت مع هذه المناسبة وسخت إمكانياتها وعملت على أن تلبي كافة احتياجات التي تحتاجها. أود أيضا أن أعرج على اللجنة النسائية التي أيضا قامت بدور وجهد مشكور عليه، حيث عملنا بشكل احترافي وشكل علمي على أيضا اقتراح البرامج والفعاليات التي تهم المرأة والطفل على حد سواء. برامج ضخمة ستحلق في سماء المدينة تنضوي تحت أجنحتها أكثر من 100 فعالية موجهة لكل شرائح المجتمعات العربية والغربية. نحن نطمح إلى إبراز المدينة في صورتها الحقيقية للزائر وللسائح وللمعتمر في المدينة على مستوى المنطقة والمملكة وعلى مستوى العالم الإسلامي. سيكون فيه العديد من المشاريع الدائمة للمدينة، منها معرض قادة أمة والذي سيعرض ويحاكي أبرز الشخصيات اللي مرت على المدينة المنورة، منها العديد من المعارض والمشاريع السياحية مثل المسارات السياحية، الباص السياحي، هذه كلها ستكون إضافة إن شاء الله للمدينة المنورة. تنظيم يبرز حجم السياحة وأهميتها في احتضان كافة الأطياف والأجناس، وقد كان للمرأة حضور بارز في وضع الخطط والمقترحات التي تساهم في إثراء تلك المشاريع الرائدة. المرأة ستتولى جميع الفعاليات النسائية تنظيما وإشرافا وأداء، وذلك من خلال مؤتمرات وندوات ومن خلال مسرح الطفل. سيكون للمرأة أيضا دور في الإرشاد السياحي، ذلك أن المرأة في المدينة المنورة هي في الأصل عندها خبرة، وهناك يعني ثقافة عامة سائدة ومعرفة بالمواقع السياحية. جهود اجتمعت في أعداد حزمة المشاريع هذه، تسابق إليها المؤسسات والمتطوعون، ليس لشيء سوى لإبراز هذه المقدسات التي يفتخر بها كل مسلم. نحن كمنظمين في المملكة العربية السعودية ندعو ونرحب بمشاركة جميع الأخوان في دول العالم الإسلامي في هذا الحدث، سواء باقتراحات أو بأفكار أو بمبادرة لتكون المدينة المنورة عروس كما عودت الإسلام منذ انطلاقته إلى هذه اللحظة. أكثر من 60 موقعاً سيضم في كنفه هذه الفعاليات السياحية تاريخ يروج عن نفسه بنفسه، فهو الذي بنى أركانه معلم الناس خير البشر. مدينة نبوية مباركة تعتبر قبلة للكثير من الدول والشعوب، كيف لا وفيها شيد الإسلام بناءه، واحتوت في جنباتها على محطات زاهرة تحكي تاريخ الإسلام والمسلمين. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، المدينة المنورة.